طبعا بالنسبة للمشرفين على تنظيم هذا الاستفتاء فإن التجربة كانت ناجحة وأن المشاركة كانت قوية جدا، والتصويت بنعم هو في حد ذاته رسالة واضحة للعالم الخارجي بشكل عام وللأرجنتين. الشيء المؤكد أننا كبعثة تلفزيونية عربية الأولى التي تدخل جزر الفولكلاند نؤكد أن ما شاهدناه في جزر الفولكلاند لا يستحق أن يضحي أي شخص بريطاني كان أو أرجنتيني بحياته من أجلها. المسألة لا تستحق كل هذا العناء. حسن زيتوني، NBC، من جزر الفولكلاند إذا كنت بريطاني، أو المالفيلنس إذا كنت أرجنتيني. عربي نقول المالوين. كشاهد أقيم في العاصمة لندن منذ سنوات طويلة، ولكن هذه العاصمة العالمية التي ظلت مفتوحة على العالم الخارجي لقرون طويلة لديها الكثير من الأسرار. بعض هذه الأسرار تتعلق بالشخصيات التي عاشت وأقامت في هذه العاصمة، بعضها سيفاجئك فعلا. أولهم هوشيمين، باعتباره يشكل أحد العقبات الرئيسية في إفشال مهام الحوار بين الشرق والغرب. تحدثنا عن الحوار العربي الغربي والغربي الإسلامي منذ فترة، لكن هل نحن في بداية الطريق أم في وسطها أم في نهايتها؟ الملكة صوفيا ملكة العرش الملكي الإسباني حضرت هذا الحفل وأعربت عن رغبتها في أن تعزز هذه الأعمال الفنية، علاقات وأواصر الصداقة بين العالم العربي وإسبانيا وبين إسبانيا والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.